هنشوف عندي تقريبا الدقيقه 2 والدقيقه 28 والدقيقه 36. هتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا في الحالات اللي احنا بنتكلم فيها. الدقيقه 22 الدقيقه 28 يا كابتن علاء، كابتن اسامه وكابتن شريف وكابتن احمد، من غير ما اقول ابدا ان انا كلاعب في الدقيقه 28 هضيع وقت. حتى لو انا هضيع وقت لابد ان انا احذرك مره واثنين وثلاثه. ولكن انا النهارده عندي لقطه جميله جدا جدا، هو بانون راح على اللعبه وهيشوط، وبعدين ساب للشناوي يطلع الشناوي هو يسدد، وبالتالي انا مش شايف ان انا اضاعه وقت في هذه الحاله. انا كنت مستغرب جدا جدا انك انت بتشهر البطاقه الصفراء لبدر بانون في الدقيقه 28. استحاله ان اللاعب يضيع وقت في الدقيقه 28، وزي ما قلت المسافه حتى ما بين الشناوي جاي اهي والكوره، وبانون كان ساب الكوره عشان خاطر الشناوي هيلعبها. ده انذار، انا اعتقد انذار غير صحيح لبدر بانون في هذه الحاله. بدري قوي 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 انك تدي انذار في الدقيقه 28، وبالتالي كان ممكن سهل قوي في الدقيقه 30 35 تدي البطاقه الثانيه، وكان يبقى انذار وبطاقه حمراء مش صحيحه.